أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. أهالي مديرية النائية في تعز يعيدون 5000 طالب إلى مدارسهم. عائلة صالح تطرق الأبواب خارج اليمن لكسر العزلة المفروضة عليه. لقاء يجمع أخطر رجلين لمناقشة الوضع في اليمن ومواجهة إيران. اليمنيون والسوريون الأقل سعادة على مستوى العالم. أهلا بكم. في عزلة نائية تابعة لمحافظة تعز يسير التعليم بأمان أكثر رغم كل المعوقات، ويعود ذلك إلى قيام الأهالي بدعم العملية التعليمية بصورة مباشرة. وقال الموقع بوست إن مبادرة استئناف العملية التعليمية التي أطلقها صندوق دعم التعليم بالعزاعز في محافظة تعز توجت نجاحها في استكمال العملية التعليمية وإنهاء العام الدراسي بمهرجان ختامي متميز كرمت فيه مدارس العزلة كرمت فيه مدارس العزلة ومعلميها. وأكد أعضاء المجلس المحلي بمديرية الشميتين في محافظة تعز أنهم بصدد تعميم تجربة صندوق دعم التعليم الذي تمكن من إعادة أكثر من 5000 طالب وطالبة من أبناء العزلة إلى مقاعد الدراسة. الدكتور وديع العزعزي رئيس مجلس أمناء صندوق دعم التعليم قال إن نجاح المبادرة جاء في مرحلة صعبة وظروف حرجة يمر بها الوطن، وتسبب في تسريح أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في مدينة تعز وحدها. في تقرير مفصل نشرت دورية انتل ينجز أونلاين المخابراتية الفرنسية معلومات جديدة، وقال موقع يمن مونيتور في عنوان بارز: عائلة صالح تطرق الأبواب خارج اليمن لكسر العزلة التي يعانيها. وقالت التفاصيل استنادا إلى التقرير الفرنسي إن هناك جهودا لعائلة الرئيس اليمني السابق صالح من أجل البقاء والحصول على تأييد دولي وفي وقت يتعرضون فيه إلى مزيد من العزلة خارجيا من قبل المجتمع الدولي وداخليا من قبل حلفائهم الحوثيين. وقالت الدورية في عددها الصادر بتاريخ 10 مايو الجاري إنه وفي الوقت الذي تتزايد فيه عزلة الرئيس اليمني السابق صالح في العاصمة صنعاء، من المقرر أن يقوم يحيى صالح بالعودة إلى العاصمة الفرنسية باريس هذا الأسبوع على رأس وفد للقاء عدد من أعضاء البرلمان الفرنسي، ويتطلع يحيى صالح للحصول على دعم سياسي فرنسي من أجل عمه ولمواجهة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومن أجل ذلك فإنهم بحاجة إلى المال الكثير والكثير من الجهد. لم تشوه السياسة في أي بلد مثل ما شوهت في اليمن، مورست بلا قواعد ومورست على أنها فهلوة وشطارة وثارات وخفة. هكذا بدأ السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في جزء من المقال: لذلك فقد أعاقت بدورها عملية بناء الدولة، جعلت بناء الدولة مجرد احتيال على الحاجة الفعلية للدولة. كل من سيطروا على القرار السياسي مارسوا عملية الاحتيال تلك، هربوا من الدولة إلى السلطة، أقاموا السلطة التي أتقنت قمع الدولة لتواصل بعد ذلك قمع المجتمع. قدموا سلطتهم القمعية على أنها الدولة وخلقوا أزمة ثقة بين المجتمع والدولة، ألبسوا سلطتهم نظاما سياسيا واجتماعيا ووفروا له شروط أن يمضي بالسلطة بروافع نمطية من الثقافات التي وظفت لمباركة الاستبداد واعتبار الحاكم وليا للأمر وأنه هو الدولة وأن الدولة هي ولي الأمر. تمسكوا بالسلطة وأهملوا الدولة خوفا من أن تنازعهم مؤسساتها ممارسة السلطة بعد أن تمت هيكلتها بانسجام مع هذا الوضع. أعادت السياسة إنتاج نفسها في صورة حروب وفساد وانتقامات وثارات وتنطع لا يقيم وزنا للشعب ولا لكلمته. والأسوأ من هذا أنها أعادت إنتاج بنى ما قبل الدولة بما في ذلك النظام الأبوي بتراتبية اجتماعية فاسدة لتبرهن على أنها فقدت القدرة على التفاعل مع حاجة المجتمع إلى الدولة.
لنتابع كل ما يجري على أرض الواقع من تطورات لندرك بألم هذه الحقيقة. لم تعد السياسة بهذا الموروث المشوه قادرة على حمل أي مشروع لإنقاذ البلد، وحتى الفعل الجاد يأتي مفرغا من ديناميات استمراره لتحقيق أهدافه. البلدان التي خربت فيها السياسة وفقدت المبادرة لجأت إلى الاقتصاد كمحرك لاستعادة المبادرة المجتمعية، والتي في إطارها بنيت مصالح الناس في الاستقرار والتعاون والتعايش والعيش المشترك والقبول بحماية مصالح الآخر وحقوقه وحرياته، وكلها عناوين أساسية للدولة. موقع المشاهد نت عنوان في صفحته الرئيسية: الشرطة العسكرية تنتشر في المنفذ الغربي لمدينة تعز. وقال الموقع أن الشرطة العسكرية عاودت انتشارها مجددا على المدخل الغربي لمدينة تعز بعد أن تلقت تدريبات خاصة خلال الفترة السابقة. وأكد قائد الشرطة العسكرية بتعز العقيد مدين المسعودي أن قواته ستنفذ انتشارا أمنيا في عدد من النقاط الحساسة والمهمة وسط المدينة وأطرافها ضمن برنامجها الخاص بتثبيت الأمن. وأضاف المسعودي أن أولى النقاط بدأت تمارس عملها نصبت عند المدخل الغربي للمدينة، وستقوم الشرطة العسكرية بتوزيع أفرادها على نقاط أخرى خلال الأيام القادمة. كنت ولا زلت من أنصار القضية الجنوبية العادلة وإيجاد الحلول لها بما يضمن مستقبلا واعدا يخرجنا من حالة التيه والضياع التي عشناها لأكثر من نصف قرن من الزمن. هكذا بدأ السفير اليمني في ماليزيا عادل باحميد مقاله مضيفا في جزء منه: كنت ولا زلت من المؤيدين لإيجاد قيادة جنوبية موحدة ترفع الصوت الجنوبي بكل عقلانية وقوة في المحافل الداخلية والخارجية، غير أن ما أراه اليوم هو أن الماضي المقيت في أحلك صورة يعود للمشهد من جديد، ذات القفزات اللاواعية لغير انفعالاتها وشطحاتها التي أكلت من أعمار شعب نهضت كل الشعوب من حوله وبقى في الحفرة السحيقة لعقود من الزمن. عادت البروليتاريا الرثة لتحكم من جديد وتبشر بعهد جديد من طراز قديم. اليوم نحن على موعد من توليفة لمغامرة أكثر مقامرة، حيث جمعت بين شطحات القائد الرمز ومنهجية حشود البروتيليريا الرثة التي فوضت ذلك القائد ليقود المسيرة قدام التي أعتقد جازما أنها ليست نحو المجهول، فهي بكل تأكيد إلى الوراء عقودا وعقودا أخرى من الزمن. فدروس الماضي وشواهده قريبة وحاضرة للعيان. إنما يحدث اليوم هو مقامرة بمعاناة الشعب في الجنوب وحضرموت المنهك والمتعب من جراء سياسات النهب والفيد الظالمة والإقصائية ما بعد الوحدة الاندماجية في عام 1990، وجعلها مطية لمشاريع أخرى داخلية وخارجية استثمرت المظلومية الجنوبية بطريقة انفعالية، سخرت لها أبواق الإعلام الصفراء والشحن بالكراهية والانتقام والصوت العالي وإرهاب المخالف لتتدحرج الكرة إلى الأمام والأمام فقط ولو كانت الهاوية، ومورست أبشع صور بيع الوهم للجماهير المتعبة المنهكة على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان. فيتم الحديث عن عهد ما قبل الوحدة وكأنه العصر الذهبي الذي وصلنا فيه إلى القمر، وأن العصر القادم سيكون أكثر ذهبية من يوم إعلان الانفصال. وتتناسى الجموع الزاحفة المنهكة جرائم لا تسقط بالتقادم من القتل والسحل والاغتيالات والمجازر والتأميم والظلم. تتناسى الجموع الزاحفة المتعبة أن من تربى على عهود الشمولية والصوت الواحد لا يمكن أن يبني وطنا ديمقراطيا يتساوى فيه الجميع مؤيدا ومعارضا. يكشف موقع 26 من سبتمبر التابع للجيش الوطني عن الأسباب التي تقف خلف طول المعركة في صرواح. وقال الموقع في يوميات الجيش الوطني إن خسائر العدو في صرواح كبيرة وكثيرة جدا، سواء في العنصر البشري أو في المعدات، حتى باتت صرواح للانقلابيين مستنقعا يخسر فيه كل يوم وكل ساعة عناصره المغرر بهم. وقال الموقع على لسان كاتب التقرير: لن أنسى تلك المشاهد الشجاعة التي يسطرها المقاتلون في مواقع البطولة لمواجهة ميليشيا التمرد والانقلاب، وستصبح ضرباتهم القوية عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالوطن وأمنه واستقراره. ويقول الموقع: لم يمر يوم واحد إلا وقواتنا
تحقق تقدمات وانتصارات على العدو سواء على الميدان أو على معنوياته المنهزمة التي أصبحت واضحة للعيان. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نصحبكم الآن في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، البداية من صحيفة العرب الجديد التي عنونت دول الخليج تدعو اليمنيين لنبذ دعوات الانفصال. وقالت الصحيفة إن مجلس التعاون لدول الخليج العربي دعا جميع مكونات الشعب اليمني إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال والالتفاف حول الحكومة الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق البلاد. وتضيف الصحيفة في أول تعليق رسمي من دول الخليج عبرت عن رفض تصريح لتشكيل محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي ما يسمى مجلس الحكم الانتقالي لإدارة المحافظات الجنوبية بمشاركة 26 شخصية. وجاء موقف دول الخليج بعد ساعات من دعوة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر دول التحالف العربي للخروج عن صمتها تجاه ما يحدث في المناطق المحررة، خصوصا مظاهر الأزمة في عدن، لافتا إلى قدرة التحالف على السيطرة. صحيفة القدس العربي ركزت على موقف رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من محاولات إدخال الشرعية في معارك جانبية، كما وصفتها واختارت القدس من مقاله رئيس الحكومة تأكيداته بأنه لا يمكن لأي طرف بمفرده حل الأزمة اليمنية المعقدة، ولا يمكن القول أو القبول بفرض أي حلول فردية على الجميع. وقال بن دغر في تصريح صحفي أن الأشقاء في التحالف والعرب جميعا لا يمكنهم أن يمضوا صامتين وهم يراقبون الأحداث في المناطق المحررة من اليمن وهي تنتقل من حالة إلى أخرى، وهناك كلمة حق لا بد أن تقال الآن، فإن تأخرت فلن تكون ذات نفع غدا. وعن مدينة عدن قال رئيس الحكومة: عدن وأزمتها اليوم إما أن تكون بداية لمعالجة المشكلات أو بداية لهزيمة سوف تكبر مع الأيام وتكبر معها الروافد التي ضاعفت من عمق أزمة الأمة العربية كلها. قال وزير المغتربين اليمنيين المهندس علوي بافقيه إن الإجراءات الأخيرة الخاصة بعودة عمل السفارة السعودية والقنصلية عبر مكاتب تنسيق من شأنه تسهيل إجراءات التنقل والسفر للمواطنين اليمنيين. وقال الوزير لصحيفة عكاظ: منذ أن أغلقت السفارات المعتمدة في اليمن مقراتها في صنعاء وعدن بسبب الانقلاب على الشرعية عانى اليمنيون في استخراج تأشيرات الزيارات. ويضيف أن فتح مكتب في جدة للسفارة السعودية في صنعاء وقنصليتها في عدن سيشكل تطورا إيجابيا في هذا الصدد. كيف تعمل طواقم البحرية الأمريكية؟ كيف يواجهون الهجمات الصاروخية المتوقعة أو حركة القوارب الصغيرة والسفن؟ كل هذه التساؤلات يحاول الكاتب الأمريكي جينفر لاد الإجابة عنها في مقال أعادت نشره صحيفة الغد الأردنية. ويقول الكاتب: بينما تشرق الشمس فوق مياه الخليج العربي تقوم فرق من البحارة الذين يرتدون الياقات العالية والصدريات بتحميل القنابل على العشرات من الطائرات النفاثة من طراز F-18 المصطفة على مدرج الطيران في هذه المدينة العائمة والذي تبلغ مساحته 4.5 فدان. سوف تبدأ عمليات الطيران قريبا جدا، حيث تغادر موجات من الطائرات سطح حاملة الطائرات كل بضع ساعات لتنفيذ مهمات فوق العراق وسوريا. في إطار القتال ضد داعش كانت حاملة الطائرات هذه قد غادرت نورث فولك في ولاية فيرجينيا في اليوم الذي أعقب التنصيب الرئاسي، ومهمتها الرئيسية هي دعم عملية العزم المتأصل الحرب ضد داعش. ومنذ بدء طلعات الطيران القتالية في شباط فبراير الماضي في شرق البحر الأبيض المتوسط استخدمت الطائرات المهمة أكثر من 915 سلاحا في أكثر من 387 ضربة جوية. يطير الطيارون بشكل نمطي 6 أيام متتالية ويرتاحون يوما واحدا، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يختلف تبعا لما تمليه حاجات المهمة.
وبينما يظل مدرج الطيران وأسراب الطائرات مشغولين طيلة النهار والليل، يطير كل طيار بشكل عام في مهمة أو اثنتين في اليوم الواحد. والآن بوجود السفينة بوش في الخليج، يرسل الإيرانيون دوريات بين الحين والآخر لإلقاء نظرة علينا، كما يقول بحار ويضيف: لكن سلوكهم ما يزال حتى الآن احترافيا وطبيعيا. عنونت صحيفة بريطانية في صفحتها الرئيسية بخصوص الصراع مع إيران: الحرب مع إيران تقترب بعدما توصل ترامب لاتفاق مريح مع السعودية. ونشرت صحيفة الانتي بنتد موضوعا للكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الدفاع باتريك كوبرين، عنونت له بعدة عناوين لافتة أبرزها: ترامب ومحمد بن سلمان هما أخطر رجلين في العالم، وها هما يلتقيان الأسبوع المقبل. ويقول كوبرين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتوفير دعم كبير للمملكة العربية السعودية، وخاصة حملتها العسكرية في اليمن، لكن نائب ولي العهد ونجل الملك الأمير محمد بن سلمان يسعى لإقناع واشنطن بدعم بلاده في المواجهة مع إيران. ويقول كوبرين إن الكثير من المراقبين يرون أن دونالد ترامب هو أكثر الرجال خطورة على وجه الأرض، وها هو يخطط لزيارة السعودية الأسبوع المقبل ليقضي 3 أيام. قالت شبكة البي بي سي إنه لم يكن مفاجئا أن صنفت سوريا في المركز 152 ضمن الدول الأكثر تعاسة في العالم، كما كان حال اليمن التي احتلت المركز 146 أيضا. وتواصل الشبكة التي نشرت قائمة الدول الأكثر سعادة والأشد تعاسة في العام 2017 أن الدولة التي صنفت وأن الدولة التي صنعت المفاجأة كانت ليبيا، حيث احتلت المركز 68 متقدمة على دول كثيرة قد يعتقد أو يعتقد أنها أكثر سعادة مثل تركيا وهونغ كونغ والمجر وأندونيسيا واليونان والبرتغال. ويشير التقرير إلى أن البيانات المعتمدة تتعلق بالمقيمين في كل بلد بغض النظر عن جنسياتهم، حتى في الدول التي يتجاوز عدد الأجانب فيها عدد مواطنيها مثل دولتي الإمارات وقطر التي تتجاوز فيهما نسبة الأجانب 80%. اليمن: الحشود بديلا عن السياسة. تحت هذا العنوان كتبت ميساء شجاع الدين ما قالها المنشور في صحيفة العرب الجديد، وقالت في جزء أو في أجزاء مختارة من مقالها: لم تعد الحشود في اليمن سوى وسيلة للزعامة أو الاستقطاب، فبعد 2011 كان هناك حراك سياسي مفتوح للكل، ومؤتمر حوار وطني دعي إليه الجميع بغض النظر عن مسار المؤتمر المختل، لكن الفكرة أنه لم يكن هناك طرف مقصي مضطر للجوء إلى الشارع للتحدي أو لفرض وجوده أو للضغط على سلطة متعنتة. وبعد 2015 صار الكل مسلحا لأسباب مختلفة، وبغض النظر عن حقيقة من هو المدافع والمهاجم، تظل الحقيقة الأهم أن السلاح فرض واقعه المختلف وأدواته السياسية المختلفة. شهدت الساحة الجنوبية قبل أيام حشدين متتاليين، أحدهما دعا إليه محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، وأعلن فيه ما سمي ببيان عدن التاريخي. وأبرز ما في البيان تفويض الزبيدي لتشكيل كيان سياسي يمثل الجنوب. كان الحشد يعبر عن حاجة جنوبية ملحة لتمثيله في كيان سياسي موحد، لكن إعلان كيان كهذا يحتاج عملا سياسيا يجمع المكونات السياسية والاجتماعية المختلفة للجنوب، تعطي طبيعة أولويات الجنوب التي تغيرت جذريا بعدما صار الجنوب مسلحا ويخلو من أي فصيل مسلح يتبع الشمال بشكل مباشر، سواء كان الشمال حكومة أو ميليشيا، ويبتعد عن الخطاب الشعبوي التقليدي. كان الحشد المقابل هو الذي ينتظر المحافظ الجديد عبد العزيز المفلحي في مطار عدن، في تعبير آخر عن حالة الانقسام والاستقطاب التي تشهدها الساحة الجنوبية، وهي ساحة لا ينقصها السلاح ولا تحتاج حشودا، بل تفتقد السياسة بمعناها المنظم والمعبر عن مصالح الناس وأولوياتهم المتغيرة، وليس تعبيرا فقط عن الخصومة والصدام وتطلعات لعب دور الزعامة المنفردة. رغم الحرب، سباق الهجن بحضرموت يثبت حضوره كل عام،
هذا ما عنونت به صحيفة العرب الجديد وأرفقت مجموعة من الصور التي نشرتها في زاوية صور اليوم. نتابع الصور التي توثق لواحد من أهم فعاليات حضرموت الشعبية. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.